علي عدنان يعيد الكرة لفيليبي، فيليبي علي سيطر على الكرة، يا سلام حركة لعب جميلة، علي يلعب الكرة مقطوعة، كرة خاعب ثيرو، تعود مرة أخرى لعلي عدنان، علي يلعب كرة قصيرة مقطوعة، تعود الكرة ولعب خطير ورك حلوة، المباراة سريعة، كرة خطيرة تلعب وعلي يبعد الكرة، علي عدنان. المباريات الأخيرة لم كرة عند اللاعب ثيرو على 12 نقطة من 12 مباراة لعبها تحت قيادة هذا المدرب اللي حصد 6 نقاط فقط في 14 مباراة تحت قيادة علي. إلى ثيرو، ثيرو إلى علي عدنان، علي حاول، كرة مقطوعة من اللاعب بيان كيدي، وركلة حرة الآن لصالح نادي أودينيزي قبل لحظات من دخول الفريقين. الآن فيليبي، الآن فيليبي مانوفيتش، ثيرو، ثيرو هذه الكرة الخلفية اللي أبعتها علي عدنان، وكرة دينا رينو بهدف وحيد. اليوم باليرمو عادل بولونيا بدون أهداف، وكييفو فيرونا الآن يلتقي مع جنوة، أودينيزي مع هيلاس فيرونا. علي عدنان، علي يلعب كرة قصيرة مقطوعة مرة أخرى، يحاول علي، كرة تنقطع بالمنتصف، ملعوبة إلى دخل أساسي، 6 مرات دخل كلاعب بديل، و5 مباريات خرج كلاعب مستبدل، 4 بطاقات صفراء وهدف واحد مشواره مع أودينيزي. كرة ملعوبة عند اللاعب عدنان، يتركها إلى ركلة مرمى لصالح نادي أودينيزي. لا علي، وخطأ ضد علي عدنان، كانت قصيرة من دينا التالي. ركلة حرة لصالح نادي هيلاس فيرونا، ركلة حرة دفع وركلة حرة بالدقيقة 33 في شباك جنوة. دانيلو وغوزمانوفيتش تذهب إلى ثيرو، سيريل ثيرو، وعلي عدنان يقطع الكرة، يبدو الكرة إلى خارج الملعب، رمية التماس، علي عدنان، تغيير، خروج مقطوعة، ثيرو عدنان من الجهة البعيدة تعود إلى ثيرو، ثيرو يحاول، دانيلو لصالح نادي أودينيزي، علي عدنان يلعب رمية التماس، تنقطع الكرة من بيانك، علي، علي عدنان يلعب الكرة، داني كرة تبعد، علي ممكن يحول، علي إلى ثيرو مرة أخرى. دقيقة من عمر المباراة، هدفين لأودينيزي لا شيء لهيلاس فيرونا. مقطوع الكرة مرة أخرى من 15 مباراة، وخسر أودينيزي في جميع مباريات متأخر فيها، كل ما كان العالية، وهذا أسلوب لعب أصبح مكشوف للاعبي أودينيزي. علي يتخلص من لاعب علي عدنان، يلعب لثيرو،